توأم كوميدي، هذا هو الاسم الفني، هذا هو الاسم الشخصي، محسن وحسني، أبناء مدينة المحمدية. حنايا من الصغر كانت عندنا هاد كان الموهبة ديال الضحك، وكان دمنا خفيف شوية، كنا كنضحكوا في العائلة مع الأصدقاء مع هادي، تكتشفنا راسنا بأننا عندنا واحد الموهبة ديال الضحك، وقررنا باش نمشيو نشاركوا في كوميديا في 2012. ريبيتينا شوية هادي، كان واحد الكاسينغ، مشينا جاب الله تيسير، من تما كي انطلقت المسيرة الفنية ديالنا من برنامج كوميديا 2012. كنتعاملو يعني الكتابة كنكتبو ديما بجوج، بجوجنا كنكتبو ديما الكتابة. التشخيص كل واحد كياخد داك الدور اللي غايدي اللي غادي يجي معاه، زعما كاين غادي تقنو صافي. ومن ناحيه لي غانغ كنشوفوا اللي مثلا كنسبيراو من المجتمع اللي ديالنا، مثلا الدرب هادي اللي كنعيشوا فيه الاصدقاء ديالنا، من تما كنتاسبير. التجارب اللي اكتسبنا في هذا البرنامج هو ان برنامج كوميديا، مدرسه، واستفدنا منه بزاف ديال الحوايج، وبقينا مونغاجين معاهم تقريبا واحد 6 شهور اللي استفدنا منه بزاف، وكانوا معنا دي كوتش اللي في المستوى اللي تعلمنا دي كوتش اللي كاينين في المغرب. واستفدنا منهم بزاف ديال الحوايج، في الطريقه كيفاش كيفاش توقف قدام الجمهور، كيفاش تلوح الكاك، طريقه الكتابه كيفاش تكتب الكاك، منين تجبد الكاك، تقدر تجبد الكاك يعني من اشياء بسيطه، ماشي ضروري يكون واحد الموضوع اللي تجبد منه كاك، يعني تقدر اشياء بسيطه كيف قال الاخ ديالي. واكتسبنا بزاف ديال الحوايج، وعطاتنا واحد الشهره زوينه، وبرنامج عنده قيمه زوينه الصراحه، والحمد لله. الاسم هذا هو ان اختاريناه بان هذا الوجه هو هذا الوجه، هذا هو هذا الشخص، هو هذا الشخص هي كتعطي هذا هو. وضروري في ماشي ضروري، ولكن من الاحسن في زعما كاين الا كنتي دير شي اسم فن اللي غادي اللي كيزيد يشعرك شويه، وكيكون عنده ما كيتنساش كيف كنقولوا، فهمتي، ما كيتنساش، كيكون مختلف على جميع الاسماء اللي كيكونوا مثلا كنسمعوهم ديما، كيكون واحد الاسم فني اللي كيف جديد، وكيكون عندك واحد لو ستيل ديالك، وكيف راسخ في الاسم في الذاكره ديال الناس. كنوعدوا الناس بان ان شاء الله هذا العام غيشوفوا واحد السيتكم مختلفه بزاف على كيف كانوا كيشوفونا من قبل، بطريقه لو جو ديالنا هي مختلفه تماما، الطريقه ديال لي غاك هي مختلفه، الطريقه ديال لو تيكست هي الفكره ديال السيتكم اللي غتكون ان شاء الله في رمضان، غادي تكون ديال هي الاسم ديالها المساجين، غيكونوا واحد جوج ديال الناس جوجهم تشدوا في الحبس، وزعما كاين بحال تلاقاو في كيف كنقولوا تلاقاو في زنزانه واحده، وغادي يناقشوا هذوك المواضيع اللي كيكونوا داخل السجن وخارج السجن، مواضيع اجتماعيه ماشي غير في السجن، مواضيع اجتماعيه، وغادي يكون فيها ان شاء الله شي حاجه كنوعدكم باللي ان شاء الله شي حاجه غادي تكون. اهم حاجه حاولنا نخدموا عليها في السيتكم هي الضحك، خدمنا على لي كاك مزيان اكثر من لي سيجي، الضحك اكدنا عليه وخدات لنا من الوقت تقريبا شي 4 شهور ديال الوقت، حيت بغينا نحطوا شي حاجه اللي ان شاء الله تكون في المستقبل. اول حاجه كنبغي نشكرهم كاملين، لان التشجيع ديالهم ديما كيكون كنحس بيه انايا، التشجيع ديال المغاربه ديما كنقراهم قبل ما تكون، بعدا كندير شي حاجه اللي زوينه عجبات وكيشجعك انت قبل ما تبان، كيتلاقى معاك وكيشجعك وكيقول لك كتعجبني، واخا انت يقدر تكون ما كتعجبوش فهمتي، ولكن كيشجعك وكيقول لك زيد كمل، هو اللي كيعطيك واحد الحافز باش تخدم انت. بعض المرات يقدر يكون طالع لك الدم كتقول انايا صافي هادي كذا، ولكن كتلاقى مع بعض الاشخاص في الشارع، ناس مغاربه ولا الشعب، كيشجعوك كيقول لك خدمو، كتجي للدار وكتبقى تفكر في هذيك الهضره ديالهم فهمتي، وكتجبد السيل وكتبدا تكتب، كتقول والو هاد الناس يطلعش معاهم، خاصني نكتب لهم شي حاجه، نعطيهم شي حاجه في المستوى، وهي اللي كتخلينا نكملوا. كنبغي نشكرهم بزاف، وكنبغي نشكرهم على التفاعل ديالهم معنا في الاعمال اللي كنديروا، بحال مثلا الكاميرا كاشيه ديال الاخر اللي درنا، كنبغي نشكرهم بزاف على التفاعل ديالهم، لي كومونتير ديالهم الزوينين الخايبين، الانتقادات ديالهم حتى هما الزوينين الخايبين، كنبغي نشكرهم على كل شيء.
شي به فتح واحد الباب كبير الكوميديين والمغنيين الفنانة بصفة عامة واي واحد كيعرف يدير شي حاجة ماشي غير فنانة الناس اللي كيبحثوا اللي كيديروا دي كونسيبت فهمتي اللي كيستافدوا منهم الناس وهذه لقاو واحد الباب فين 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 يوصلوا للجمهور خاصو غير يخدم على واحد الكونسيبت اللي يكون زوين ويعجب الناس ونقي ونقي يكون واحد الكونسيبت نقي ومخدوم وآهلي اللي يعجب الناس وكنشجعهم وكنقول لهم ان شاء الله راه بامكانكم زعما كاين انسان يمشي بعيد غير غير في يوتيوب راه يوتيوب راه ولا عالمي دابا راه العالم كامل كيتفرج فيك من يوتيوب يعني تهرس هذاك الحاجز ديال اللي لما دزتيش في التلفازه كاينه يوتيوب وكاين واخا التلفازه عندها واحد القيمه ديالها خاصه وطعم ديالها بوحدو ولكن يوتيوب حتى هو كاين عنده اخر كلمه ديالنا كنبغيو نشكروا قناه اشطاري قناه اشطاري 24 وكنبغيو نشكروا الجمهور المغربي على التعليق وعلى التفاعل ديالهم معنا وكنبغيو نقولوا لهم تبعونا راه غتشوفوا ان شاء الله الجديد وغتشوفوا ما احسن ان شاء الله بستيلات زوينين وغيكون الضحك زوين ان شاء الله ان شاء الله وكنقولوا لكم رمضان مبارك سعيد الله يدخلوا لكم بالصحه والسلامه وطول العمر وباش ما تمنيتوا وشكرا لكم كاملين الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد